ولسه مكملين حلقتنا النهارده من سوبر ليج مع حضراتكم. زي ما قلنا في الانترو، كل نادي من الانديه الكبيره بيبقى عنده جيش من محللين الاداء والادارات المختلفه. دلوقتي بقى في حاجه موجوده في الكوره بره وبدات تكون موجوده في مصر والوطن العربي، هو فكره وجود محلل اداء فردي ما بيشتغلش في النادي، دي شركات تحليل اداء بيشتغلوا مع لعيبه، بيبداوا يدوهم نصايح وبداوا يشتغلوا معاهم ازاي اللعيب ده يطور من ادائه. وده شغل مهم جدا لان ده بيخش كمان في شغل الانديه، فانت عندك هنا نادي عنده مدير فني بيطلب حاجات معينه، طب انت كمحلل اداء فردي بتقول له كلام تاني. كل ده هنعرفه اكتر من ضيفنا اللي منوره النهارده، محلل الاداء الفردي صابر محمد. يا صابر مساء الفل، اخبارك ايه؟ مساء الفل، عامل ايه؟ مساء الفل، كله خير الحمد لله، انت كله كويس؟ تمام الحمد لله، زي الحمد لله يا رب. الموضوع ده بقى جديد شويه في الكوره عندنا على الاقل في مصر، بقى له سنتين ثلاثه. هو يعني ايه اصلا محلل اداء فردي، وايه الدور اللي انت بتعمله مع اي حد من اللعيبه اللي انت بتشتغل معاهم؟ يعني اللعيب بيجي يقول لك ايه وانت المفروض تساعده ازاي؟ طيب، تحليل الاداء الفردي بشكل عام هو فرع من فروع تحليل الاداء. أوكي. يعني تحليل الاداء الجماعي، تحليل المنافسين، تحليل كره ثابته، في بقى تحليل الاداء الفردي، وده المرحله الايه الاكثر تعقيدا. يعني عظيم. احنا دورنا مع اللعيبه بيبدا ان احنا بنبدا ندرس كل تصرفاتهم وكل سلوكياتهم في الملعب. وبنبدا بقى نصنف الكلام ده. حلو. يعني بنبدا ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي بيعملوها كويس محتاجين نوعيهم بيها اكتر ونعززها، ايه الحاجات اللي محتاجين يتحسنوا فيها، وايه الحاجات اللي محتاجين يبطلوها عشان أصلاً يقدروا يتقدموا. اوكي. وده كله طبعا لازم يبقى في ضوء المبادئ الجمعيه للفريق، بحيث ان انت تبقى دايما ماشي مع الاتجاه اللي الراجل المدرب عايزه يلعب فيه. يعني ده سؤال مهم جدا، او انا عشان كده قصدت اسالك السؤال ده، لان ممكن خلينا ناخدها وهنروح لها في الحلقه. انت راجل، انا راجل باك رايت بتحرك على طرف من اطراف الملعب، وانت بتقول لي تمام انت زي الفل، فجاه الكوتش بيطلب مني النقط واخش في العمق، هل انت بتدي معلومات ممكن تتعارض مع كلام المدير الفني، ولا انت بتعرف من شغلك الفرقه دي بتشتغل ازاي، ايه الادوار المطلوبه من المدير الفني وتتواكب معاها عشان ما يحصلش كونفليكت هنا؟ ده بالظبط اللي بيحصل. احنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنحاول ندرس الفريق اللي بيلعب فيه اللاعب، انماط الفريق، اسلوب اللعب، ايه المبادئ اللي هو بيحاول يعملها. ومش بس كده، احنا كمان بنبدا ندرس تفضيلات زمايله اللي حواليه. تمام. بمعنى انه مثلا انا لو انا رايت باك او لو انا باك رايت، السنتر باك اللي جنبي عنده مثلا تفضيل طول الوقت ان هو يفتح لبره عشان يلعب لبره، فالراجل ده طول الوقت لازم يلاقيني. تمام. بعكس حد تاني مثلا ممكن يبقى جنبيه سنتر باك اصلا ما بيبصلوش، او اول ما يستلم بيحاول يبص الناحيه الثانيه. اوكي. تمام. الجناح اللي قدامي، في اجنحه بتحب طول الوقت انها تستلم في رجليها. صح. تمام. في اجنحه لا بتحب انها تستلم في مساحه. بالظبط. فانا لو فاهم السياق اللي انا شغال فيه وتفضيلات اللعيبه اللي حواليا، ده من شانه ان هو يعزز اصلا ادائي والتواصل بتاعنا جوه الملعب. يعني معنى كده انت بيبقى عندك لعيب، فبتدرس اللعيب بتاعك، بتدرس الفرقه، بتدرس زمايله عشان تعرف الفرقه دي كلها بتعمل ايه، تشتغل ازاي. فاللي انت فهمته من ده يقدر يخليك تشتغل مع الراجل بتاعك. بالظبط. ومن غير كده انت مش هتعرف تشتغل اصلا. بالظبط. طبعا، لان هيبقى في خلل 100% لو انت مش فاهم ايه اللي بيحصل. طيب، حلو قوي، احنا كده دلوقتي فهمنا المبدا. طيب تعال نروح لمثال. والحقيقه انا عارف ان انتوا شغالين مع مجموعه كبيره من اللعيبه، والحقيقه شغالين مع مجموعه كبيره من اللعيبه المهمه في مصر بسم الله ما شاء الله، ولكن اعتقد ان دلوقتي بالنسبه لنا مفيش اهم من محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم الراجل اللي بقى اهم مدافع في مصر، اهم مدافع في افريقيا، مدافع مصر والاهلي الاول بسم الله ما شاء الله، على اعتاب الاعلان الرسمي. خلاص احنا عرفنا ان منعم الى نيس الفرنسي بسم الله ما شاء الله، ان عبد المنعم الى نيس الفرنسي. انتوا كان ليكوا دور في الرحله دي بالتاكيد مع محمد عبد المنعم، فكلمني عبد المنعم اشتغل معاكم، ايه الشغل اللي عملتوه مع عبد المنعم، ايه اللي انت شايفه في عبد المنعم كان محتاج يتطور وحصل، وشايف النقله بتاعت نيس عامله ازاي؟ نيس ده لسه مطلع توديبو من هناك لويست هام، وجايب مكانه محمد عبد المنعم ولاعيب تاني كندي، فنادي مصدر ومطور للمواهب بكل تاكيد. احنا رحلتنا مع عبد المنعم بدات ان هو ان احنا عايزين نمشي معاه من هو بيصحح كتير. يعني عبد المنعم كل اللقطات اللي بتتعرض له على السوشيال ميديا او اللي الناس فاكراها لقطات كلها تصحيح، تاكل واحد على واحد جامده، كوره شالها وهو اخر مدافع. فاحنا كانت رحلتنا معاه من احنا نصحح لان احنا نمنع. اوكي. تمام. لانه احنا لما اتفرجنا لقينا اصلا 90% من المواقف دي هي كان ممكن من البدايه اصلا ما تبقاش موجوده. نصحح يعني هو اخذ اكشن الاول. اشرح لنا. يعني هو ما كانش ما تصرفش باحسن حاجه من البدايه،
فالموقف اتطور تمام، فهو صحح غلطته بالظبط، فبدا ان هو يروح يصحح تمام. اوكي. فاحنا قلنا له احنا محتاجين ان احنا نبدا نمنع تمام. ورينا له الكلام ده، حتى هو لما بدا احنا ورينا له تفاصيل عاده هو مش متعود ان هو يشوفها يعني. حتى هو لما بدا يتفرج مع يعني بدا يشوف حاجات جديده بالظبط. اوكي. بدا يشوف حاجات جديده وبدا يشوف هو قد ايه محتاج يتحسن. واحنا قلنا له بالنص كده، قلنا له عشان تطلع بره انت محتاج تبطل تصحح، عشان تطلع بره انت محتاج تبطل تصحح. انت او بمعنى اصح لازم تبطل تغلط من الاول وتصلح غلطتك يعني. بالظبط. اوكي. جزء ليه علاقه بانه يبقى استباقي يشتغل على نفسه من بدري يعني. بالظبط. اوكي. بس فهو طبعا يعني استجابته للموضوع ده كانت اكتر من ممتازه. ده شيء عظيم فكره الحقيقة. ان هو اللعيب يبقى عارف ان هو مثلا الرقم واحد في ناديه في المنتخب عند حتى تقييم الجماهير، ويبقى مستعد ان هو يتعلم ما فيش مشكله ويشتغل على نفسه اكتر. دي حاجه أسألك سؤال. مش متعودين عليها شويه. تقييم عبد المنعم عند الجماهير والناس كلها انه بسم الله ما شاء الله دلوقتي هو المدافع الافضل في مصر رقم واحد زي ما انت بتقول. دايما الشكل الحلو يبقى كويس جدا، بس مع اول ترقيصه زياده، غلطه شمسيه، محاوله للمراوغه، الكلام بيروح لعبد المنعم الزياده، واحيانا هو بيزودها. الحقيقه انا بقول لك اعتقد من فهمي ان في وقت السياق ما ينفعش نعمل فيه كده. صحيح. هل عبد المنعم وصل له ده؟ وهل ده جزء من اللي انتوا اشتغلتوا معاه عليه؟ هو فاهم ده ولا دي هي دي طبيعته؟ هو يا جماعه انا دي طريقتي في الكوره. لا لا، هو ده هو دي حاجه اصلا هو معترف بيها. وكان حتى بيقول لنا انا عايز ابطل اعمل ده، خاصه ان انا داخل على امم افريقيا. فالتفاصيل دي او الغلطات دي هتبقى وقتها مكلفه. مظبوط. تمام. فهو من البدايه واعي بده وبيحاول ان هو يتحسن فيه قدر الامكان. بس هو طول الوقت عبد المنعم كان عنده متلازمه ان هو بيحاول طول الوقت يجهز نفسه للماتشات الجامده. تمام. الماتشات اللي هي مش جامده قوي فبيبقى فيها شويه تراخي، ودي برده حاجه وضحنا له ان هو الناس بره اللي بتتفرج مش تفهم ده. مش تفهم ده. صح. برافو عليك. ما عندهاش الناس بتقيس بمسطره واحده وطول الوقت لو انت مش بالنسبه لهم على مستوى المعايير اللي هم حاطينها مش هيتفهموا ده. هو الناس بره لما تبص على واحد زي عبد المنعم، ايه المعايير اللي ممكن يكون نيس بص فيها لعبد المنعم وقال والله انا عايز فيه واحد واثنين وثلاثه واربعه، فده المدافع اللي هروح اجيبه، ده المدافع اللي يعوض توديبو مثلا بالنسبه لي؟ عاده بيبقى كل نادي ليه معايير معينه في اختيار اللعيبه بتاعته في كل مركز. حلو. تمام. يعني مثلا انديه وسط الجدول مثلا او اخر الجدول بتبقى لا عايزه مدافعين بمواصفات معينه. أوكي. ان هو اكتر يكسب كور عاليه، يكسب عرضيات، ما يكونش بيخاطر في التحضير طلوع بالكور. بالظبط. بينما مثلا انديه القمه او الانديه اللي بتنافس على مراكز اوروبيه لا بتبقى عايزه نوعيه مختلف. بالظبط. اوكي. فكل نادي بيبقى ليه معاييره. بس افتكر بما ان نيس راح لعبد المنعم فدي ناس بتدور على مدافع بيعرف يدافع وراه مساحه كبيره وراه. تمام. بيعرف يدافع على المهاجمين اللي بيلعبوا عليه او حتى الاجنحه. بيعرف يدافع في المرتدات، بيعرف يدافع كويس في العرضيات. صح. عنده مهارات كويسه في الطلوع بالكوره، وان هو ينقل، ان هو يساعد الفريق طول الوقت يطور الهجمات ويتقدم للثلث اللي في النص والثلث الاخير. والا ما كانوش هيروحوا له. مظبوط. فمن الواضح ان دي معاييرهم مليون في المية. طب انت كان عايزين نعرض صور اللي انت كنت جايبها لجزء من الرحلة اللي اخدها عبد المنعم، صور للقطات فنية لعبد المنعم ونتكلم عليها اكتر لان دي نقطة مهمة. اتفضل. ماشي. يعني احنا لما بدأنا مع عبد المنعم لقينا مثلا جانب من الجوانب اللي هو كان محتاج يتحسن فيها الطريقة اللي بيدافع بيها في المرتدات. حلو. تمام. دي مرتدة على منتخب مصر. دي كانت كرة لسه مقطوعة من المنتخب. حلو. وكان دي بقى سلوكيات محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان طول الوقت بيستنى يشوف الكوره هيحصل فيها ايه وبعدين يبدا يقرر. حلو. هو هيبدا يعمل ايه بقى. أوكي. فاحنا ممكن نرجع هنلاقي مثلا لما المرتده حصلت عبد المنعم في اللقطه الاولى كان واقف. مظبوط. تمام. ما رجعش مع باقي الخط، فبالتالي هنلاقي اللعبه اتلعبت في ظهر الديفنس. بالظبط. والراجل بقى رايح انفراد. أوكي. فهو ابتدى ما كانش بيقرا كويس المرتده عشان يبدا يتصرف التصرف المظبوط. بالظبط. المناسب ليه. اوكي. تاني حاجه بتحصل زي ما احنا شايفين قدامنا كده ان هو برضو لما كان الفريق بيقدر يطلع علينا ويقابل الخط الاخير كان هو طول الوقت بيحاول يقفل قلب الملعب. تمام. ويسيب للراجل بره. ويسيب للراجل بره. ودي حاجه مثلا 90% من المدافعين في العالم بيعملوها. تمام. بس الريسيرش اللي احنا عملناه لقينا فيه انه مش دي احسن طريقه للدفاع في المرتدات. اوكي. تمام. احسن طريقه في الدفاع ليه مش احسن طريقه؟ لانه في الاخر الراجل استلم لبره، راح واحد على واحد،
تمام، وقدر ان هو يطور الهجمه صح. وعنده فرصه دلوقتي يلعب للراجل اللي قدام او هو يعدي منه يروح يجيب جون. اه بالظبط تمام، دلوقتي عنده فرصه صح. ان هو يلعب للراجل الناحيه الثانيه ويجيب جول. فبالتالي دي ما كانتش احسن حاجه. ابتدينا بقى ان احنا نشتغل معاه على الطريقه، تطوير الحاجات دي بالظبط، الطريقه الاحسن ان هو يبدا يتعامل فيها مع المواقف. هنا مثلا ماتش مصر وكرواتيا هنبدا نشوف استجابه مختلفه من عبد المنعم هنا في نفس المواقف بالظبط. نفس هنا كانت هجمه مرتده واول ما الراجل طلع من لاعب النص بتاعنا هنا كان كوفازيتش، ابتدى عبد المنعم يرجع بدون تردد مع الراجل اللي معاه. مش بس كده، لو احنا شفنا في اللعبه الثانيه هنبدا بقى نشوف الفرق. السهم اللي موجود هناك ده عبد المنعم وهو واقف مظبوط بالفعل في مكانه من غير ما نحركه. الحركه لا لو ممكن نرجع الحركه اللي احنا حركناها له دي ده اللي كان بيعمله الاول. فهمت قصدك، هو كان بيقفل قلب الملعب ويفتح بره. فبالتالي انت يعني اللي عليه الشادو ده التصرف الصح. لا يعني ده اللي كان هو بيعمله الاول طول الوقت، ان هو بيقفل القلب تمام ويستناها تطلع بره ويروح يدافع. بس انت هنا بتدي المنافس يبقى عنده استمراريه للهجمه ويقدر يطور. اوكي تمام، بينما اللي هو عمله هنا خلى بقى حامل الكوره هنا في حيره كبيره. اول حاجه هو مش عارف يلعب للقلب لانه منعم اقرب للقلب. اوكي تاني حاجه هو مضايق على المهاجم جدا فبرضه مش عارف يلعب له في رجله. فهمت قصدك. تمام، هو خد خطوتين لورا قفل على الراجل المهاجم ده فما بقاش عارف يلعب له الكوره، وفي نفس الوقت هو قافل القلب برضه. بالظبط، الله ينور عليك. فبالتالي الراجل ده دلوقتي مش عارف ان هو يتصرف في الكوره، في اخر طول الكوره زياده تمام وقطع. الفايده الزياده كمان من الموضوع ده ان انت بالاخر بتدي لزمايلك وقت، تكسب لزمايلك وقت ان هم يرجعوا للمرتده. فهمت قصدك. طيب تعالى نشوف الصوره اللي وراها. بالظبط، هنا برضو ضد الترجي تمام، برضو كانت مرتده. الراجل المهاجم بتاع الترجي بيحاول دايما ياخد المساحه اللي مفتوحه بره الملعب. عبد المنعم هنا برضو بدون تردد بدا يرجع معاه، وبرضو الملفت هنا ان هو مش بيحاول يقفل قلب الملعب لا هو بيحاول يطلع للمهاجم بره. كره اتلعبت في العمق طوليه يعني في ظهر الديفنس. تعالى ناخد اللي وراها. طب برضه عشان تبان ده بقى الحل الوحيد اللي قدام حامل الكوره، ان هو مش قادر يوصل له في القلب ومش قادر يوصل له في رجله، فبيبدا يوصل له في اخر الدنيا. اوكي تمام، فيبدا عبد المنعم بقى ياخد على واحد، ياخد واحد على واحد اسهل ليه واصعب للمهاجم. صح، هو دلوقتي المهاجم بظهره مزنوق بالخط، ما عندوش فرصه ان هو يطور اللعب بعكس اللي فاتت اللعبه الاولى بالظبط. لو شفنا الصوره اللي بعدها هو لو خد في العمق اصلا هيبقى عنده مساحه كبيره جدا. طبعا دي صوره احمد عاطف. فرق كبير بين الواحد على واحد دي والواحد على واحد دي في مساحه مفتوحه، الثانيه هو واخده في ظهره وقافل بيه على الخط. بالظبط، ودي زي ما بقول لك التفاصيل اللي مش متشافه اللي هو بدا لما يشوفها لا يقتنع. تمام، على الرغم ان عبد المنعم يعني لعب تحت ايد مدربين طبعًا. اجانب كتير مليون في الميه، موسيماني، كولر، كيروش، فيتوريا طبعا. فبسبب جوده الشغل هو بدا يشوف ان هو بيسمع حاجه جديده وحاجه جربت تشغلها. اعتقد ان جزء مهم من نجاح اي لعيب كوره انه يسمع ويشوف. لما بيشوف بعينيه ان انا عملت كذا والمفروض الصح ان انا اعمل كذا بتفرق معاه جدا، وبيبقى عنده قناعه بيك. بالظبط، ان انت بتتكلم بتوري له اللقطات دي هي القناعه هتيجي من هنا انه يقتنع بالكلام اللي انت بتقوله له. السؤال بقى، هل عبد المنعم هو طالع على نيس اتكلمتوا معاه في طريقه لعب نيس؟ اتكلمتوا معاه في ايه اللي مطلوب منه؟ اتكلمتوا معاه في اختلافات معينه في الدوري الفرنسي ولا لسه الكلام ده ما حصلش؟ المفروض ان احنا عملنا الاناليسيز بتاعتنا على نيس وبرده نفس كلام اللعيبه اللي بتلعب حواليه، تفضيلاتهم، انماطهم في اللعب، المبادئ اللي المدرب بيلعب بيها وعايز يشوفها بتتحقق على ارض الملعب. اوكي. مستنيين بقى ان هو يبدا يسافر ويخش في المود، لان هو عنده، هو لسه ما سافرش، كان عنده مشكله في التاشيره فالسفر اتاجل، فهو لسه لسه ما قعدناش بسبب ان هو اتاخر في السفر. بس المفروض انه احنا مجهزين كل حاجه، مستنيين بس نبدأ عبد المنعم يبدا تمريناته. يا رب، بص بنتمنى له يا رب يا رب كل التوفيق ان شاء الله. الواحد ناس متفائله جدا لعبد المنعم بالعقليه اللي انت بتتكلم فيها دي، ان هو بيحاول يطور من نفسه، فبالتاكيد الجزء اللي هناك بره الناس هيبقى فيه تطور مختلف وهيشوف شغل تاني خالص. اتمنى يا رب ان عبد المنعم يخش في الموضة على طول، لان واحد من الناس اللي احنا حاطين عليها يا رب يعني امل كبير جدا. هستاذنك نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقه. فاصل سريع ونرجع تاني لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في اللحظات اللي احنا فيها مع بعض مع حضراتكم على الهواء، كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم اعلن عن قائمه منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ان شاء الله باذن الله
يوم 6 سبتمبر المباراة الأولى هنلعبها هنا في القاهرة الساعة 10 مساء مع كاب فيردي، ثم مباراة بوتسوانا يوم 10 بإذن الله الساعة 4 العصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. كل التوفيق لمنتخب مصر بكل تأكيد. تعالوا بقى نشوف قائمة منتخب مصر، مين انضم ومين ما انضمش. قائمة منتخب لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا: حراسة المرمى محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، نجم المنتخب الأولمبي ينضم. إذن ثلاث حراس مرمى من النادي الأهلي معهم المهدي سليمان. خط الدفاع: أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، انضمام لخالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا، محمد هاني باك رايت، محمد حمدي شرف اللي هو محمد حمدي لاعب بيراميدز في مركز الباك ليفت. تعالوا نكمل القائمة مع حضراتكم، لأن عندنا في وسط الملعب محمد شحاتة نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي، وده كده لعيب كمان من المنتخب الأولمبي أحمد نبيل كوكا، والاتنين لعيبة دول يا جماعة ممكن يلعبوا في النص وممكن يلعبوا باك رايت كشحاتة وباك ليفت أحمد نبيل كوكا. وعودة حميدة لمحمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، باستمرار وجود ناصر ماهر لاعب الزمالك، أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه. وخط الهجوم: عودة مرة أخرى لعمر مرموش نجم إنتراخت فرانكفورت، نجمنا الدولي محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل وإن كان هو مش جديد على منتخب مصر، ومصطفى محمد ومحمد الشامي لاعب المصري واستمرار وجوده، وأسامة فيصل نجم المنتخب الأولمبي وده لعيب كمان من المنتخب الأولمبي تقدر تقول انضم. هنسيب إبراهيم عادل على جنب، لكن نقدر نقول إن حمزة علاء، أسامة فيصل، شحاتة، كوكا رغم إن كوكا كان بينضم النهاردة، حسين الشحات مش متواجد في القائمة دي، أكرم توفيق مش متواجد في القائمة دي. فدي قائمة منتخب مصر. سام مرسي بالتأكيد بعد مباراة الأولى قدام ليفربول وبيستعد لمباراة السيتي مازال خارج حسابات كابتن حسام حسن. كل التوفيق بالتأكيد. قائمة منتخب يعني كلام كتير، ليه فلان ما انضمش، ليه فلان انضم، العادي في أي قائمة في أي حتة في الدنيا. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في الفوز في المباراتين عشان نبدأ نأمن موقفنا بدري بدري. كل التوفيق لكابتن حسام حسن. وتعالوا نكمل حلقتنا مع صابر. معلش يا صابر، حاجة مهمة بتخص كل جماهير الكرة المصرية. كل التوفيق بالتأكيد لكابتن حسام حسن. هرجع معاك لجزء احنا اتكلمنا عن عبد المنعم. انا عايز اقف عند واحد من اللعيبه اللي بيشتغل معاكوا برضو، لان التطور اللي حصل ليه تطور مختلف، وهو كريم فؤاد. كريم فؤاد نجم النادي الاهلي، جناح، لا باك رايت، لا باك ليفت، وباك ليفت ايه متدار للنار، علي معلول يتصاب، تلعب فاينل افريقيا. ثم ورقه استعرضها كريم فؤاد، وانا واقف عند الورقه دي كتير جدا لان التفاصيل دي مهمه جدا. رحله كريم فؤاد، وقبل الرحله الورقه بتاعت كريم فؤاد دي اللي هو استعرضها هنا معانا مع الزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، انتوا اشتغلتوا مع كريم على ايه، وازاي كريم وصل للدرجه دي من الحفظ انه يحفظ الخصم اللي قدامه بيتحرك ازاي؟ كلمنا اكتر عن اللي اشتغلتوه مع كريم فؤاد في فاينل افريقيا تحديدا. كريم في البدايه ما كانش عارف ان هو هيلعب باك شمال، كان علي معلول اللعيب الاساسي طبعا، فبالتالي هو كان بيحاول يحضر نفسه واحنا كنا بنحاول نحضره ان هو هيلعب جناح، بس مش عارفين وقتها هيلعب جناح يمين ولا شمال. مظبوط. هيبدا ولا مش هيبدا. فابتدينا نحط قدامه كل المعلومات اللي هيحتاجها عن الباك شمال بتاع الترجي، الباك يمين عن الترجي، الترجي بيلعب ازاي في مراحل اللعب المختلفه. اوكي. وابتدى بقى ان هو يبدا يحضر نفسه بالشكل اللي انت شفته في الورقه اللي كان عرضها قبل كده. فهو كان طول الوقت بيحاول ان هو ياخد مننا ويبدا بقى يرفلكت مع نفسه، او يبدا يحفظ نفسه ويراجع. يحفظ نفسه ويراجع. أوكي. ويبدا بقى هو يحط ملاحظاته الشخصيه اللي هو حاسس ان هي مهمه في السياق بتاع فريق زي الترجي. حلو. ممكن لو معانا الورقه نبقى نعرضها. لكن كريم اتفاجئ فجاه انه بيلعب، علي معلول اتصاب في المباراه الاولى، لعب، نزل المباراه الثانيه وجيم صعب قوي، وكان مرمي عليه واحد واثنين وموقف صعب جدا. ايه اللي انتوا قلتوه لكريم؟ معلش نعيده تاني للناس عشان الناس تبقى عارفه ايه التفاصيل اللي محلل الاداء الفردي بيخش فيها النهارده. امتى هقفل رجلي لجوه، امتى الراجل بياخدني ويخش جوه، الحاجات دي مهمه جدا لان الناس ما بتبقاش بتبقى غايبه عن ذهن اي حد. احنا بدايه شغلنا بقى كان ماتش العوده كباك شمال. مظبوط. بس فاللي هو عمله في ماتش الذهاب ده هو ياخد عليه الكريدت. هايل. بشكل كامل طبعا. صحيح هو مراكم كريم مرجعيات من قبل كده، بس فكره ان انت اصلا تتحط جوه الاجواء وتتصرف بالشكل ده وتقدم اداء متماسك في ماتش كبير زي ده، دي حاجه هو ياخد عليها الكريدت بنسبه 100%. مظبوط. اللي احنا حاولنا بقى نحضره في ماتش العوده ان هو بقى بدا، ما احنا كنا بنحضره ضد الباكات بتاعه الترجي، لا الاجنحه، بتحضره ضد الاجنحه بتاعه الترجي.
لا لا كان هو بيلعب جناح فكنا بنحضر للباك. دلوقتي انت بتعكس بقى، هو بقى الباك وانت بتحضره للجناح. الله ينور عليك. فبدنا نحضره ضد الاجنحه بتاعت الترجي، مش بس والناس دي بتهاجمنا، لا واحنا كمان وهما بيدافعوا كمان نقدر نلعب عليهم ازاي. اوكي. فابتدينا نساله اذا كان الراجل مثلا واحنا معانا الكوره قايل له ان هو يطلع قدام، يعني يبقى بادئ فوق ولا بادئ تحت. قال لنا لا هو ما يعني ما كانش فيه حاجه معينه في النقطه دي. فابتدينا احنا بقى هي دي دي الورقه بالظبط. اوكي. ودي بخط ايد كريم، كريم اعتقد. بالظبط. يعني هي خلي بالك فيها تفاصيل، احنا يعني تفاصيل مهمه جدا جدا، محتاج اكون دايما فاتح على الخط لانهم بيضيقوا المساحات جدا في قلب الملعب، بالتالي الاطراف هتكون فاضيه. بالظبط. معنى كده ان 100% هو حافظ من النادي وانتوا بتكملوا عليه ان الفرقه دي بتلعب كده، فانت محتاج النهارده مثلا رجليك تكون على الجير بتاع الخط وانت بتستلم الكوره. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. لازم وانا بستلم على الخط وشي يبقى للملعب، واستلم والف بسرعه واعمل فنت قبل ما انزل، يا سلام، عشان اهرب من الباك. للتفاصيل عشان يعمل، هو الحاجات دي انتوا بتحفظوها للعيب؟ يعني كل لعيب المفروض يبقى عارف هو انا هستلم الكره واخش لجوه، ولا استلم الكره اطلع لبره، ولا بيبقى في حاجه ليها موقف حصل في المباراه؟ ما ممكن هو بيستلم فجاه لعيب يغير البيهيفير بتاعه، ما ممكن الخصم ده بدل ما مثلا يكون ضامن لجوه يرجع ياخد خطوتين لورا، ما برضه في خصم قدامك. هي دي كانت اكتر مبنيه على كريم نفسه. ان هو كان طول الوقت لما بيستلم ما بيديش، يعني استلمته ما بتبقاش لقدام، ما بيواجهش الباك، بيستلم اما زق الاول لورا وبعدين يعدل، فده بيخسره وقت، او بيدخل لجوه على طول، فده بيخليه بدل ما يقابل الباك يقابل مثلا اللعيب النص اللي جاي يساند. اوكي. فاحنا بما اننا عايزين نستفرد بالباك، فانت محتاج طول الوقت استلمتك الاولى تبقى لقدام لقدام، وتبدا تكسب سرعه عشان تقابل الراجل ده. كنت دايما في الفترات الاخيره لكريم فؤاد وهو في الاهلي في الموسم قبل الاصابه، يعني ربنا يشفيه يا رب ويرجع على خير، كنت بشوف ان طريقه لعب كولر حولت كريم مش من باك ليفت الجناح، ان طول الوقت حسين الشحات داخل في العمق، فكريم بيكمل على الطرف ويقوم جاي قاطم لجوه وحاطط وش رجله اليمين وشايط. هل دي تعليمات ولا ده بيهيفير للعيب اشول بيلعب برجليه العكسيه فيقطم لجوه وحشوط وشاط كتير؟ ويمكن ناس كتير شبهته بالجون بتاع عمر كمال لما كان بيلعب باك ليفت، هم اوتوماتيك يعني. هل ده حاجه مدروسه يعني؟ كريم اول ماتشين لعبهم كباك شمال بعد الترجي ابتدينا نلاحظ ان هو يعني عدد المرات اللي بيطلع فيها كانت اقل كتير من علي معلول. اوكي. تمام؟ طبعا. فابتدينا ان احنا نوري له ده ونقول له لا، اللي احنا محتاجين نطلع اكتر بكتير بقى، هنطلع امتى وفين وازاي، ده اللي احنا هنتكلم فيه. ده اللي احنا اتكلمنا فيه معاه. اوكي. تمام. وحاولنا طول الوقت نحاول نعمل ده بالطريقه اللي الراجل بيحبها واللي حسين كمان بيحبها. اوكي. تمام. عشان يبدا كمان يبقى مدي اريحيه لزميله ان هو ما ياخدش مساحاته او يحاول طول الوقت يقفل له تفضيلاته في اللعب. فبالتالي الراجل حتى نفسه كلمه فيها قال له انا حاسك كاشش شويه، بتلعب اكتر كمدافع، انت راجل جناح انا حطك هنا، فانا منتظر منك اداء هجومي اكتر. اوكي. فقال لنا الراجل جه بالظبط قال لنا نفس اللي انتوا كنتوا بتقولوا. بس فابتدى يعني هنا المدير الفني تلاقى مع محلل الاداء اللي شغال مع اللعيب او شغال على تطوير اللعيب، فانتوا الاثنين ماشيين بنفس السكه، فاوتوماتيك ان عشان كده احنا كنا بنسالك في الاول ليه هو هل بيحصل تناقض ولا لا. هنا انت النهارده بتشوف المدير الفني عايز ايه، انت رؤيتك ايه، وكمان حاطط حسين الشحات في اعتباره، يعني ده كمان حاطط حسين اللي بيلعب، برافو عليك 100%، لان لو الاثنين بيفتحوا الخط هيبقوا عاملين زي القطر. انا بس بوضح ليه للمشاهدين عشان يبقوا عارفين ان الناس دي لما بتشتغل بيحط كل الانبوتس في دماغه، بيحط كل النقط اللي تساعده يطلع افضل ما في كريم فؤاد. برافو عليكم بصراحه. بالظبط. وهو الراجل قال له كده ليه؟ لانه الراجل كان عنده علي معلول، فهو منتظر طبعا من الراجل هيلعب مكانه ده طول الوقت قوه هجوميه حاجات معينه. بالظبط. فاحنا حاولنا ان احنا نقابل المعايير دي وابتدينا ان احنا بقى نشتغل في حته واحد على واحد اكتر، لانه كريم هو مش باك تقليدي، هو لعيب هجومي. فابتدينا ان احنا نوري له برده ازاي يقدر ياخد واحد على واحد اكتر ضد الاجنحه الباكات اللي بيلعب عليها. أوكي. وازاي طول الوقت يقدر يدي حسين اثنين على واحد كمان. تمام. ان انت محتاج طول الوقت تعمل دي حتى وانت عارف 100% ان انت مش هتستلم. تمام. لانه بطلوعك حتى وانت عارف انك مش هتستلم، انت بتدي لحسين خيارات تانية في اللعب هو يقدر بقى من خلالها صح. يطور الهجمه ويروح على الجول. 100%. طيب ده كان كلامك عن كريم فؤاد، وانا فارق جدا معايا يا جماعه ان الناس تبقى عارفه ان موضوع الورقه بتاعت كريم فؤاد دي مش حاجه راجل بيذاكر بس وبيحفظ نفسه، دي الناس دارسه الخصم ودارسه الفرقه اللي جنبه والبيهيفيرز. موضوع الورقه ده وراه شغل كتير جدا جدا، يستحق كمان كريم فؤاد بالتحديد
التحية عليه انه بيحفظ وبيحفظ نفسه وبيذاكر وبيطور من نفسه. في لعيب تاني دائما وابدا وانا حقيقة بشوف انه مظلوم بنسبة كبيرة وشغال معاكم برضو، واحد من اللعيبة الدولية، واحد من اللعيبة اللي طلعت وانا بشوف ان السياق اللي بيتحط فيه دايما ظلمه الحقيقه، يعني دايما مظلوم في الادوار اللي فيها حتى لو عنده بعض المشاكل، وهو حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر الاولمبي. ازعم ان حسام عمل بطوله اولمبياد جيده. التطور بتاع حسام فين؟ ايه اللي انتوا بتشتغلوا عليه مع حسام؟ لان حسام بيشتغل على نفسه بدنيا، بيشتغل على نفسه هو فنيا، وعي تكتيكي، ممكن يكون طول مع المدافع مع المساحات الواسعه بتعمل مشاكل كبيره جدا. ايه اللي مطلوب من حسام وايه اللي اشتغلته عليه مع حسام عبد المجيد عشان يبقى مطمئن لجماهير الزمالك ومن بعد كده للجهاز الفني لمنتخب مصر؟ اول حاجه احنا برضو عملنا ان احنا ابتدينا ناخد الباك جراوند بتاعت حسام، تمام، ان هو اصلا المراكز اللي لعبها حتى من تحت من قبل ما يتصعد، لان هو كان عنده دايما شكوى. هو بيقول طول الناس، هو بيقول كل الناس اللي حواليا بتشتكي مني ان انا تقيل شويه في الملعب، اوكي، ابطا من اللي حواليا، تمام، وانا بدا يبقى عندي عقده من الموضوع ده. اوكي، بدات اشوف نفسي بعيونهم، تمام، ودي حاجه ما بقتش مريحاني في الملعب. صح، برافو عليه والله. فبالتالي هو طول الوقت بيحاول يتراجع حتى لو كان بدون مبرر، عشان يحمي نفسه، عشان ما فيش كرات تتلعب في ظهره، فبالتالي يبقى مسؤول عنها، تمام. فبالتالي بدأنا ان احنا نشتغل بقى على الاطار ده، وبدأنا نوريله المدافعين اللي في نفس خصائصه البدنيه بتشتغل ازاي عشان تحمي نفسها، تمام. وابتدينا نقول له انه دي مش الاجابه، مش الاجابه ان انت طول الوقت تبقى بتتراجع بغض النظر عن الموقف عايزك تتراجع ولا لا. اوكي، لا، الاجابه ان انت تبدا تشوف الموقف محتاج ايه، وضعيه الكوره محتاجه ايه، الراجل انت معاك مهاجم ولا اتنين في الخط، احنا زياده في الخط ولا لا، الجناح اللي بيلعب الناحيه الثانيه ده سابق الباك ولا مش سابق الباك، هتبدا تضغط منين، اتجاه الضغط بتاعك، السرعه اللي هتضغط بيها، المسافه اصلا الابتدائيه اللي انت محتاج تقف عليها من المهاجم بتاعك، تمام. كل دي تفاصيل بدانا ان احنا نتكلم فيها ونراقب تطورها بمرور الوقت. اوكي، فبالتالي اول استجابه من حسام بعد مثلا ما نزل جرب التمرين وفي اول ماتشين قال انا حاسس ان انا دلوقتي بقيت اجري اقل، وحاسس ان انا طول الوقت مرتاح والناس ما بتعرفش تطلع من عليا. حلو قوي. فدي يعني هو حس بفرق بعد تمرينتين وبعد تمرين وماتشين. بالظبط، بدا ان هو ياخد مرجعيات مختلفه بقى للمواقف دي وينفذ ويطبق، تمام، فبدا يلاقي. ممكن اسالك سؤال؟ يلا بينا. ايه المرجعيات؟ دايما الناس تسمع محللين يقول لك ده مرجعيته المساحه، ده مرجعيته ان هو بيلعب مان تو مان. ممكن سريعا تشرح لنا ايه اللي اتغير في حسام في موضوع المرجعيه عشان الساده المشاهدين متخيلين والساده المشاهدين متخيلين ايه اللي انتوا غيرتوه؟ احنا بالنسبه للمدافعين عندنا حوالي 25 مبدا أصلاً. او وضعيه هم محتاجين يفهموها عشان يبقوا جاهزين لكل مواقف اللعب. عظيم. وده مبني على ايه؟ مبني على الابحاث اللي بنعملها دايما على احسن مدافعين في العالم. حلو. لان هم دول الناس اللي عندهم الاجابات. تمام؟ فبالتالي اللي احنا اشتغلنا على حسام مع حسام عليه هو حته الطريقه اللي بيدافع بيها عن المساحات. اوكي. تمام؟ ازاي بيبدا يضايق على الراجل اللي هيستلم ما يسيبلوش مساحه، ازاي يبدا يتراجع لو الراجل ده كان بيحاول يطلب في ظهره، ازاي يبدا يدافع في العرضيات، ازاي يبدا يدافع لو الكور الناحيه الثانيه بتتلعب وهو المفروض يغطي ورا السنتر باك. ماتش باراجواي يا صابر عمل واحده في كاونتر اتاك، جري كده وقام داخل على الراجل دياجونال كده واخده وطالع بيه بره البوكس، غالبا كانت في الاكسترا تايم، كانت كوره انا تخيلي وانا بحضر للحلقه وانا عارف انك جايلي ان حسام عبد المجيد ما قبل الشغل وانه يبقى مركز كان اخد سبرنت زي اللي عمله الزناري في ماتش طلائع الجيش، وكان الراجل خده في ظهره وراح جاب جون. بس التحرك ان انا المساحه دي فهاخدك هطلع بيك بره، وانا متخيل ان ده شيء بيتطور في حسام عبد المجيد. بالظبط، على الرغم ان احنا يعني ممكن هو حسام ممكن يبقى عارف ان الراجل ده قطعة ممكن يكون اسرع منه، بس بسبب ان هو فهم ازاي يدافع في الوضعيات دي بدا ان هو يلاقي نفسه فيها احسن. تاني حاجه، حسام من اللعيبه اللي بتهتم جدا بتحليل المنافسين. تحليل المنافسين؟ بالظبط. اوكي، يعني هو دايما حتى دايما يقول انا بحب اخش الماتش بدري، هو دايما عايز نبعت له تحليل المنافسين بتوعه قبل الماتش بيومين، تمام، عشان يقعد بقى يعني حسام بيلعب ضد مثلا الاهلي، ضد باراجواي، ضد باراجواي، يبقى عايز يعرف مين مهاجمين باراجواي بيتحركوا ازاي بيلعبوا ازاي، وعايز المعلومات دي بدري عشان يخش جوه الماتش بدري ويحط نفسه في المود اللي يساعده على الاداء.
برافو عليه. تاني حاجه حسام برضو من اللعيبه اللي كان الجمهور خايف منها في الاولمبياد، يعني ما حدش كان بيفكر مين اول هيلعب جنبه تمام، بس حسام لا احنا مش مطمنين قوي. بينما بعد البطوله هو من احسن 3 4 لعيبه في البطوله صح. والناس اللي كانت مش مطمنه او بتشكك لا هي بدا رد الفعل دلوقتي يختلف. هو يعني لما نزل الريتنج بتاع المواقع العالميه بره ان حسام واحد من افضل المدافعين على صعيد الارقام وحطوه اكتر من مره في فريق البطوله، اعتقد ده حتى لو انا النهارده عيني مش شايفه الارقام هتقول لك ان الناس دي ولا تعرف حسام ولا تعرفنا، هم قالوا ان حسام واحد من افضل المدافعين في البطوله. واحنا لو رجعنا مفيش اي حاجه اتغيرت، هو بيتمرن هو بياكل بينام بدري، اللي اتغير ان هو بدا ادراكيا يفهم اللعبه بشكل احسن، مواقف اللعبه اللي بيتعرض لها، فبدا يبقى استجابته مختلفه وتصرفاته في الملعب بقى قادره تخليه يلعب عادي في المستوى العالي زي ما شفنا في الاولمبياد. الدوري المصري في المجمل عندك معلومه في حوالي كام لعيب بيشتغل فردي؟ يعني سريعا جدا لان احنا قدامنا حوالي دقيقه، يعني عندك تخيل في كام لعيب في مصر بيشتغل كده؟ ما عنديش تخيل. يعني احنا مثلا معانا او بيشتغل معانا مثلا حوالي 21 لعيب ما بين مصر السعوديه امارات، 70 60% منهم من الدوري المصري. بنسمع ان في ناس شغاله، بس انا بسالك ليه؟ لان الارقام بتزيد، معنى كده ان وعي اللاعب بيزيد وعارف ان فلان جرب واشتغل وركز فطلع اوت كام كويس منه فبدا هو كمان يعمل كده. بص، الفكره ان الموضوع ده عامل زي الجيم من 10 سنين. تمام؟ من 10 سنين لو كان حد جه قال لي لعيب كوره انت محتاج تنزل الجيم وتقوي نفسك وكده كان هيضحك عليه. لا يا عم ده هيأثرني، لا يا عم ده هيتقلني، لا يا عم مش عارف ايه. بس الناس بره ابتدت تلاقي احسن لعيبه في العالم بتعمل كده، والابحاث بقت تقول ان تمارين القوه بتدعم الاداء الرياضي في الملعب، فابتدى كله يعمل كده بالظبط. نفس الكلام دلوقتي بالنسبه لتحليل الاداء الفردي. تمام؟ الموضوع هياخد وقت شويه، بس بعدين اللي مش هيعمل كده هيبقى ليفت اوت بعيد بالظبط، لان كل اللي حواليك اللي بينافسوك هم كلهم بيعملوا كده. صح. وكله عايز معلومه زياده، وكله عايز طريقه شغل احسن تخليه يفرق عن اللي حواليه. فدي لو مش موجوده قدام الموضوع يبقى صعب بقى في المنافسه. صبر، انا بشكرك شكرا جزيلا والله، بشكرك على قدر الكبير من المعلومات، على ان تاني كنت اتكلمت عن سعيد النحاس في الاول، وبتكلم تاني عن شاب مصري تاني او شباب مصريين بيشتغلوا مع لعيبه وبيلقوا ثقه من اللعيبه دوليه، وانتوا بتطوروا من نفسيكم وبتدرسوا وبتذاكروا، فكل التوفيق ليكم يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. العفو يا اسلام، انا مبسوط ان انا كنت معاك النهارده ودايما منور. ربنا يخليك يا رب. قبل ما اختم، عجبني جدا وصف صابر ان ده زي الجيم من 10 سنين، الناس كانت مستغربه اللعيب اللي بيروح الجيم، دلوقتي الناس بتستغرب شويه اللعيب اللي بيعمل تحليل اداء فردي، بس ده اللي جاي، العلم والتكنولوجيا في الكوره هو ده الطبيعي وهو ده اللي صح. اتمنى ان كل لعيبه مصر، كل انديه مصر تحزو وتمشي على فكره العلم في الكوره، ان الموضوع ما بقاش بس موهبه محتاجه شغل كتير قوي، ولو كده وما كانش كده ما كانوش الناس بره عملت كده. اشكركم شكرا جزيلا، يا رب نكون قدمنا محتوى ممتع ومفيد يليق بمشاهدي ومتابعي قناه اون تايم سبورتس. شكرا لحضراتكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من سوبر ليج.